هاي سيدي نحكي توا على الجري. بون مش نحكي على الجري والخبزة اللي هي الرياضة اليومية متاعنا، نحكي على الجري والسباقات اللي بالساقي. في الجري نسمعوا بالمئة متر، ونحكي على 400 متر، على 1500، على 5000، على الماراثون، على السمي ماراثون. لكن المرة هذه مش نحكي على حاجة قليل ونسمعنا بيه، نحكي على الألترا تريل. الصنف هذا من العدو موجود اليوم في تونس بفضل الألترا ميراج، اللي السناب تكون النسخة الثانية متاعها إن شاء الله، وتنتظم في توزر كما عمناول في الجريد. فكرة على الألترا تريل وزاد الألترا ميراج مع شكون، مع المنظم اللي بتحكي عليه، على شنو الفكرة بالضبط، منين جيت، كيفاش جيت، شنو أهم أهداف الألترا ميراج وموعد السباق جاي. أمير بن قاسم المدير المنظم الألترا ميراج. فكرة جيت أنا كعداء ونحب ياسر نجري سباقات من صنف الالترا تريل، اللي هما معناتها سباقات الديستونس نتاعهم تكون أكثر من الماراثون. عبي تعرف الماراثون كما فما ماراثونات في تونس، الالترا تريل تكون مسافته أكثر من 2 كيلومتر، 2.2. في الكام نتاع الالترا ميراج مسافته 100 كيلومتر، ويكون تريل معناتها التريل معناتها يجرى في الهواء الطلق مش في الطبيعة، واللي هي معناتها يبدا السباق عندنا معناتها سبيسيال شوية. طول عمري معناتها تقلقت شوية، تونس عمرها ما كان عندها معناتها سباق الصنف هذايا. الفكره تاع الاول هو معناتها كان تصريح تونس خريطه الالتراماراثون والتريل عالميا، باش يجيونا عباد من برا فهمتني، ينجم معناتها يكتشفوا تونس ويجريوا في تونس ويكتشفوا جمال تونس، وسقطوا احنا نعملوا فيها في تونس معناتها يشوفوا جمال جنوب تونس. والهدف الثالث هو معناتها حبينا نخلقوا ونساعدوا باش نخلقوا جيل جديد نتاع عداء تونس، ينجموا معناتها يجريوا لي كومبيتيسيون من تيب هذايا ويجريوا معناتها في تونس وعالميا. فالحق أول عام، العام اللي فات كي عملناها في أكتوبر، كان عندنا 60 عداء، 12 جنسية مختلفة، كان عندنا 25 أجنبي. في 60 اللي بداوا السباق العام اللي فات فما 40 اللي كملوا، والحق كان معناتها كان النظام الحمد لله ربي كان هايل، وقفوا معنا برشا عباد، لي سبونسور نتاعنا، السلطات المحلية، لي كوغور معناتها زادة. وتو إن شاء الله باش نعاودوها معناتها ليفينمون هذايا، باش نعملوا دوزيام إيديسيون بقدرة ربي السنة، لو 29 سبتمبر في توزر. وديجا حتى لتو عندنا 185 عداء مسجلين، وان شاء الله نحبوا نوصلوا ل 200-250 عداء اون توتال. الهدف نتاعنا الاخير هو باش نحطوا تونس في الكالندري نتاع الالترا تريل وورلد تور، اللي هي كيما تقول مثلا عندك في الفورميلا 1 معناتها كومبيتيسيون تجرى في كل بلاد، عندك معناتها كون ايفينمون الالترا تريل وورلد تور نفس الشيء. نحبوا ان شاء الله نحبوا نحطوا تونس في الالترا تريل وورلد تور، وفما معناتها دي كريتير سبيسيفيك باش تدخل في الالترا تريل وورلد تور. لازم يكون عندك 500 عداء، لازم يكون عندك على الاقل 20 جنسية مختلفة، لازم معناتها يكون بطبيعة تريل في الهواء الطلق. معناتها هذه الكل احنا بقدرة ربي نحبوا نوصلوا له مع 2020 2021 بقدرة ربي.